ثقافياً، مهرجان ريف اختتم أعماله هذا العام في الهرمل، أفلام وبيئة، والتغير المناخي كان في صلب الاهتمامات. رايحين على الجورد. القصة بلشت بالعام 2019 مع إنتاج فيلم ميل يخزيل يلي بيحكي عن شخصية ريفية ساكنة بالقبيات، وبالتزامن مع رغبة عدد كبير من الأشخاص من القبيات لمشاهدة هالفيلم تبين أنه المنطقة بتفتقد لصالة تقدر تستوعب هالعدد الكبير، وأقرب صالة كانت موجودة بطرابلس. فعرض الفيلم بساحة كبيرة بالطبيعة بالقبيات وجمع عدد من الأشخاص لمناقشته لاحقاً، وهيك طلعت فكرة تنظيم مهرجان ريف يلي بينقل الثقافة على الريف من خلال جمع البيئة والثقافة وتحديداً السينما بالطبيعة. هالمهرجان بنسخته الخامسة بينطلق من القبيات كل عام، ثم بينطلق لمنطقة ريفية نامية أخرى مثل القبيات، بينقصها أماكن بتأمن فرصة لمشاهدة السينما، وبتتخلله نشاطات ثقافية وبيئية عدة كورش عمل إبداعية، مشاهدة أفلام، نزهات بالطبيعة وهايكينج وعروض فنية بالتعاون مع السكان المحليين والزوار لتحفيز التفكير وتقديم الاقتراحات. وهذا العام وقع الاختيار على الهرمل. أكيد بالإضافة لكل الأثر الثقافي يلي عنده يا ريف والأثر البيئي، بيتمتع كمان بأثر اقتصادي كتير كبير بالمنطقة يلي بينعمل فيها. بس ليش اختار منظمو المهرجان الهرمل هيدا العام؟ الهرمل بالتحديد لنعطي الصورة الحقيقية مش الصورة النمطية اللي أخذينا العالم عن الهرمل. الهرمل أولاً مضيفين بشكل كتير كتير كبير، ثانياً الهرمل آمنة جداً، ثالثاً الهرمل فيها طبيعة خلابة، ورابعاً الهرمل فيها تراث. مهرجان ريف بيخلق روابط ثقافية وبيأمن مساحة نقاش بين المواطنين، خصوصاً حول الحفاظ على البيئة بظل التغير المناخي السائد، وبتساهم بتنمية المناطق المهمشة.